ما الذي جعل الاشتباكات تتجدد مرة أخرى بعد غياب دام لثلاثة شهور في العاصمة طرابلس؟ مساك خير وكذا ضيفك الكريم وأيضا مشاهديك الأكارم. أهلا وسهلا. بكل بساطة لأن أسباب اندلاعها مرة أخرى لم تنتهي. كنا نعلم أن ما حدث هو مجرد هدنة جعلت الأطراف المتقاتلة تعود إلى قواعدها أو تكتفي حتى تلك اللحظة، ولكن الأسباب لا تزال قائمة لاندلاع أي مواجهات أو اشتباكات أخرى في العاصمة على وجه الخصوص، لأن الميليشيات والتشكيلات المسلحة المنتشرة ليس فقط في طرابلس وإنما أيضا من حول العاصمة طرابلس في الطوق الذي يحيط بطرابلس، وكلها لها طموحات ولها سياسيين يقفون أيضا وراءها ولها حسابات أخرى تتعلق بتأزم الوضع في ليبيا. هذه الحسابات لم تنتهي، كشوفاتها لا تزال مفتوحة على مزيد من التطور والتعقد. هذه الأحداث أيضا وهذه التطورات تتصاعد وتتأزم الأمور كلما حصل جديد في المشهد الليبي السياسي على وجه التحديد المتأزم. إذن هي مسألة تتبع بكل تأكيد الحالة السياسية العامة في البلد. هناك خصوم بكل تأكيد لكل الأطراف أو لكل الساسة الموجودين الآن على الساحة، كلهم يعني يقعون أو هم في خصومة دائمة مع بعض. والسبب أو والنتيجة أن البلد حتى الآن لا تزال تعاني، أفق الحل لا يزال مسدودا، الانتخابات حتى الآن لا تزال حلما يراود الشعب الليبي لإنهاء الخلاف على الشرعية، وبالتالي مسببات هذه الحروب لا تزال قائمة. وكنا نعلم بكل تأكيد أن يمكن أن تندلع أو تتجدد في أي لحظة. ما يوقفها فقط هو هذه الترتيبات التي أعلنت الأمم المتحدة برعاية البعثة الأممية في ليبيا، والبعثة طبعا تتعرض لاختبار الآن مدى هذه الترتيبات التي أقرتها بالتعاون مع المجتمع الدولي. كل التهديدات التي طرحتها في لرؤساء وقادة هذه الميليشيات بتعرضهم للعقوبات الدولية، الآن الجدية في هذا الأمر باتت على المحك. الأمم المتحدة في شخص مبعوثها الدكتور سلامة تعلم جيدا كل هذه التطورات، وتعلم كذلك أن يمكن أن تندلع في أي لحظة معارك جديدة وقتال جديد، لأن المكاسب التي تنشأ من خلال هذه الحروب لا تزال للأسف الشديد تعود لمصلحة هذه التشكيلات طيب. وهذه الميليشيات بشكل أو بآخر، ولهذا هي تبحث عن مصالحها. إلى أي مدى يا دكتور فوزي نستطيع أن نقول إن ما حدث في طرابلس في اليومين الأخيرين من اشتباكات هي محاولة من بعض الميليشيات والفصائل لبسط النفوذ في العاصمة إن لم يكن السيطرة عليها؟ في تصوري أيضا أن المحاولات الأخيرة لدخول العاصمة هي ليست محاولات جدية يعني على بشكل كبير. هذه المناوشات فقط هي تحاول أن تقول لبعض الأطراف داخل العاصمة أن هذه الميليشيات باستطاعتها أن تتقدم نحو العاصمة مرة أخرى، باستطاعتها أيضا أن تنتهك الهدنة الأممية بكل يسر وسهولة، وتجد لذلك الكثير من الأعذار كما حدث وقالت في بياناتها الآن، واتهمت الأطراف الأخرى هي بانتهاك الهدنة الموجودة. إذن هي رسالة للأطراف للمجلس الرئاسي أولا، للبعثة الأممية وكذلك للتشكيلات المسلحة الموجودة داخل العاصمة، أن هذه الأطراف قادرة دوما على تحكير الصفو العام ما لم تتحصل على ما تريد من خلال اتفاقاتها السابقة لرعاية الأمم المتحدة. نعلم جميعا أن هناك صفقة تمت لإرضاء هذه الميليشيات التي هاجمت العاصمة. يبدو أن الحسابات لم تنتهي، وهذه عن أي صفقة تتحدث يا دكتور فوزي؟ مرة أخرى أنها لم تنتهي عن كامل. عن أي صفقة تتحدث يا دكتور فوزي؟ نعم، أتحدث عن الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة لإيقاف الحرب الأخيرة في طرابلس، والاجتماعات التي حدثت مع قادة هذه التشكيلات المسلحة، وهو أول مرة تحصل البعثة يعني تلتقي بشكل مباشر مع قادة هذه الفصائل المسلحة وتتوصل إلى هدنة. لم يعلم بكل تأكيد عن تفاصيل الاتفاقات
السرية التي جعلت هذه الميليشيات المهاجمة من العاصمة تتراجع إلى مواقعها وتلتزم بالهدنة. ولكن نعلم بكل تأكيد أن إرضاءات معينة، صفقات معينة تمت لإرضاء هؤلاء القادة وهؤلاء السياسيين أيضا الذين يقبعون أو يحركون هذه التشكيلات المسلحة. عندما تتحرك بكل بساطة هذه التشكيلات، نعلم أن هناك خلافات نشأت داخل معسكر الأزمة في ليبيا، بالذات في الأجسام التي تتحكم الآن في السلطة داخل ليبيا، يعني مثلا مجلس الدولة، مجلس النواب، المجلس الرئاسي، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي لاحظنا أن هناك خلاف كبير أصبح داخل المجلس الرئاسي. هناك أكثر من بيان صدر موقع من 3 أعضاء من المجلس الرئاسي ضد رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج. هذه الأزمة الداخلية لابد أن تنعكس بشكل أو بآخر طيب. على الحالة الأمنية وعلى الترتيبات صحيح. الأمنية التي عقدها السيد سلام آخراً.